وفيه موعد كذلك مهم ومهم جدا احنا مقبلين عليه، اللي هو عيد الفطر المبارك. ان شاء الله يمر كذلك في ظروف حسنة، خاصة تعرفوا كل الجزائريين بعد رمضان دائما يدخلوا في كذلك يواصلوا الصيام نتاعهم، ربي يتقبل من الجميع. لكن احنا كذلك معنيين اننا نخدم، وهذا شرف لنا ان نخدم هذا الشعب باحسن الطرق وبذكاء ووعي كبيرين. اذا هذا النقطة الاولى نتاع فيما يخص اولا الوقوف على فتح المحلات، لكن ايضا تمويلها، ومش فقط تمويلها في الخمس ايام، لكن حتى بعد الخمس ايام هذه الى كتب الله عز وجل اننا نحاول نوقف على هذه الامور. كذلك تجنيد الخبازين مع باعتبار الكثافة السكانية، لان جرت العادة انه في بلدية يحل ان بولونجي تلقى الا كان احنا في العاصمة نتكلموا على حي كبير في الدار البيضاء مثلا، يقول لك في الدار بدائرة الدار البيضاء اللي فيها 500 الف ساكن قال رانا حلينا فيها دو بولونجري. نو ما تكفيش، والاخ تاع العاصمه راه يسمع فيا كمثال، ومن خلاله الى كل الاحياء السكنيه الكبرى. خذوا بعين الاعتبار يعني الكثافه السكانيه لكل حي، خاصه في مواد واسعه الاستهلاك. يفو دوموندي بور على الاقل الناس اللي راهي ريكيزيوني لا كونتيتي تاعو نتاع لو موا تلحق له قبل العيد، باش مشي نهار العيد قالنا مازال انا جي بايتي ابروفيزيوني. هذه من جهه. من جهه ثانيه ممكن انه يكون الماده متوفره، الملبنه تحل، الحليب يخرج، لكن ما كاش اللي يوزعوا.